دلوقتي هنروح على الاولد سيتي او المدينه القديمه وناخد لفه جامده فيها. وتيجي معانا؟ تيجي معانا؟ تيجي معانا؟ اوكي خليكوا معانا، مفيش مشكله، مفيش مشكله. طيب وهنلف لفه جميله في الاولد سيتي، ومن اجمل الاماكن في دبي هي الاولد سيتي يا جماعه، غايه في الجمال والروعه فعلا. المدينه القديمه وكمان فيها راحه نفسيه غير عاديه بقى، بعيدا عن الزحمه وبعيدا عن الابراج وبعيدا عن اي حاجه، هي كلها حلوه بصراحه. فهقول لكم ازاي تلفوها هناك بسرعه وتعملوا ايه هناك في الاولد سيتي. وكمان بس قبل ما اروح، عندي ميديكال تشيك او الكشف الطبي بتاع الاقامه بتاعتي، عشان بجد الاقامه هنا في دبي هعمله الاول بعد كده نطلع عليها. وكمان هقول لكم لما اخلص الاجراءات بتاعت الاقامه ازاي تعملوا اقامه بالظبط في دبي. اي حد بيشتغل فريلانس عايز يعمل اي حاجه عايز يجي يعيش هنا في دبي، ايه الاجراءات وايه الخطوات اللي يعملها عشان يعمل الاقامه. يلا خليكم معانا. المحطة القادمة هي المركز المالي. بس محطة واحدة نركبها وننزل على طول على الأولد سيتي أو المدينة القديمة. وأول حاجة هنعملها هناك العادي يعني نشرب شاي كرك. المترو وصل، نركب محطة واحدة بس في الخط الأخضر. طبعا دبي فيها خطين، خط الرئيسي اللي هو الأحمر من المطار لغاية آخر دبي اللي هو بيوصل إكسبو دلوقتي، والتاني اللي هو الجرين لاين الجزء القديم بتاع دبي. وده اللي هنركبه دلوقتي، نركب محطة واحدة بس على طول وننزل نجرب شاي كرك أول حاجة، وبعد كده هنروح السوق القديم أو سوق السيف. ده جامد أوي أوي، هوريه لكم دلوقتي. يلا بينا. والله احنا في مصر لو الناس داخله المترو بسرعه احنا ممكن نوقف المترو بايدينا ونعدي. قالت لي ساعات عندهم يعملوا كده برضه. وصلنا يا جماعه خلاص اخيرا. دي اقرب محطه، محطه مترو دي الاولد سيتي. يا اما تنزل برج مان وتتمشى، يا اما تنزلوا شرف دي جي مخرج 4. تمام اهو كده احنا وصلنا دبي القديمه، غايه في الجمال والروعه. وصلنا الاولد سيتي يا جماعه، تحس ان انت بقى ايه في عالم تاني غير العالم اللي كنا فيه تماما تماما تماما. لا نشرب شاي كرك الاول وبعد كده نكمل. المكان ده بقى ايه على طول بشرب منه شاي كرك بصراحه، جامد قوي قوي قوي. الناس كلها قاعده ورايقه زي ما انتم شايفين. رفيقي خد ماشي يو كان كيب ات هير. اوكي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. الشاي بقى هنا في اولد سيتي مختلف كمان عن دبي كلها، طعمه مختلف والسبايس مختلف اللي فيه. احنا لسه حتى ما رحناش الديره كمان اقدم شويه من كده، لكن الاجواء هنا بصراحه عالميه 100%. حتى الشاي جامد، الاكل كمان حلو قوي هنا متنوع. لا اكل باكستاني، لا اكل هندي، ممكن تلاقي اكل ايراني جربناه المره اللي فاتت. فاكتبوا لنا في الكومنت حابين تجربوا اكل ايه في دبي، هل ايراني، باكستاني، افغاني، اي حاجه دي على بالكم قولي في الكومنت ونجربها المره الجايه ان شاء الله في الفلوج اللي جاي. يلا اوه اوه على الجمال والحلاوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اوف. وصلنا بقى، ده سوق السيف، واحد من اجمل الاسواق هنا في دبي كلها. في طبعا عطور، تلاقي حاجات بقى جميله كده وزخارف زي ما انتم شايفين. هدايا سيفونيرز، يعني بصوا حاجات بتبدا ب 10 درهم، في حاجات جوه بتبدا كمان من 5 درهم لو حابين تشوفوها. في هنا بقى في الحي ده اجمل ستاربكس ممكن تقابلوه او تلاقوه في حياتكم، فده اللي هنروح دلوقتي نتفرج عليه ونتصور كام صوره حلوه كده ونكمل رحلتنا في السوق القديم. ده خور دبي اللي هناك ده. ايوه ده خور دبي. يلا بينا. اجمد ستاربكس. بصوا الناس كلها بتيجي تتصور هنا ازاي، وايه بقى بصوا الجمال، الناس كلها بتيجي هنا تتصور. وبصوا بقى الجامدين قوي دول. خدنا جوله بقى في كان يو جوي يو جايز. أيوة. وصلنا ستاربكس الاشهر والاجمل في الميدل ايست كول. بص يا جماعه عامل ازاي، جامد قوي قوي قوي. عايز اوريك كمان بقى بيبص على ايه من الناحيه دي، من هنا
قاعده رايقه قوي. هنخش البيبي بسرعه وبعد كده نعدي. بص على خور دبي مركب. بص فيهم ازاي بصراحه الحي كله جامد. احنا دلوقتي في سوق السيف، كله التراث بتاعه زي كده، نفس التراث بالظبط بتاع الفهيدي بالظبط. بس ده من احلى بقى الاماكن اللي بحب اقعد فيها بصراحه، او تيجوا تصور فيها. الناس بتيجي تصور هنا صور جامده قوي 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 قوي. تعالى نقعد نشرب حاجه بسرعه وبعد كده نتحرك على الجزء الاقدم والفهيدي ان شاء الله. المهم انت ايه رايك في السيف؟ عجبك؟ رهيبه الصراحه. جامد صح؟ جامد قوي. احنا دلوقتي هنعدي الناحيه الثانيه على طول. ده الفهيدي بقى، حي الفهيدي. هو تقريبا السيف ده مستوحى من حي الفهيدي، حي الفهيدي ده الاصيل بقى. ده الاصيل، تاريخ وقديم فعلا قديم، بس هم جددوه يعني. هالمباني هي الناحيه الثانيه هو مفيش ابراج تاني، خلي بالك يعني. هنا القديمه كلها ما فيهاش ابراج، وده الجميل فيها بصراحه، راحه نفسيه غير عاديه. هناخد الفهيدي نمشي فيه شويه بسرعه، وبعد كده نعدي الناحيه الثانيه للديره بالمركب. المركب لوكال بدرهم واحد. اصلا ماشيين في حواري الحي بتاع الفهيدي. بص عامل ازاي، جامد جدا جدا جدا، وكله بقى ايه، اماكن زي ما انتوا شايفين، فيلا 20، دار الندوة. لازم اي حد يجي هنا يا جماعة. دبي القديمة غاية في الجمال والروعة. بصوا الشوارع عاملة ازاي كلها، بصوا رقع الشوارع جامدة جدا بصراحة. ده مستوى القديم، بس البيبان التراثية هي كانت البيبان القديمة، كان بيبقى شكلها كده. تتقفل ازاي، نفس الكلام هنا. بقى القديمة جامدة جدا، غاية في الجمال والروعة بصراحة. بصوا ده ايه، دكان حي الفهيدي برضه، عاملين ستايل قديم. هو تقريبا كل حاجة قفلت، تقريبا كل حاجة قفلت يعني. كان في هنا حاجتين دايما فاتحين قفلوا، متحف القهوه برضو قفل. خلينا عند الناحيه الثانيه الديره بقى. الحياه هناك ما بتنامش، الناس ما بتنامش، ناكل ونشرب ونلف لفه حلوه في سوق بتاع العطاره، وكمان نروح كمان في الرقعه سوق الذهب، جامد قوي هناك. بص وانت ماشي هنا هتحس ان انت اقرب الى الهند، دي حقيقه يعني. بص الاماكن عامله ازاي، يلا بينا. والمكان هنا كمان فيه المعبد الهندي، يعني فيه معبد هندوسي. يعني بصوا معبد كان، تحس انت فعلا ماشي في الهند والله. اجواء يا جماعه في دبي القديمه حاجه تانية تماما تماما تماما، تحس ان انت مش في دبي حرفيا. نجيب دوره بقى، بص تحس ان انت في حته تانية خالص. سبايسي، بص بيحط عليه بقى كل السبايس بتاعتهم، جامده قوي بقى. توصى بقى يعني، تو ماتش. اوه خطيره.
ايه وحش سبايسيز بوظت طعمها. انا بحب السويت كورن. احنا رايحين الهند احنا هنزعل قوي هناك. نروح نركب المركب ديره. يلا يا جماعه من هنا ليتس جو. ننزل بقى نركب من هنا الديره قاعدين الناحيه الثانيه. المركب ده يا جماعه اكسبيرينس لازم تتعمل هنا في دبي. دبي القديمه زي ما انتم شايفين بوت عادي جدا اهو. نركب هنا يلا. You can go across the other side. Yeah. Yeah. اكسبيرينس لازم تتعمل هنا غايه في الجمال والروعه وبدرهم واحد بس. تجربه حلوه قوي 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 ولازم تجربوها هنا في دبي خصوصا لما تيجوا دبي. الجزء القديم هو المركب اللي احنا عملناه ده. فانت لازم تروح عايز سيف الفهيدي. المتحف مقفول متحف دبي ولازم ناخد المركب ده بدرهم واحد زي ما انتم شايفين. Do you have coins guys? No coins. No coins. كله دلوقتي ما حدش معاه coins. خد يا معلم. 3 بدرهم واحد. احنا الثلاثة. كل واحد بدرهم يعني. وصلنا الناحية التانية تقريبا 5 دقايق بالبوت بس بيسهل كتير جدا. الناس عادي بيستخدموه يعني رايحين شغلهم راجعين من الناحية التانية الناس عادي جدا بيستخدموه. أول حاجة تعملوها بقى لما تعدوا الناحية التانية من دبي القديمة تروحوا سوق الديرة الكبير أو القديم. ودخلنا بقى سوق الديرة الكبير جامد قوي يا جماعة. في كمية عطور وزعفران هتلاقوا وحاجات غاية في الجمال. تعالوا ناخد لفة سريعة جوه السوق بسرعة شديدة. تلاقوا حاجات غريبة أول مرة تشوفوها يعني. بص كل دي حاجات عطارة. بص طول ما احنا ماشيين بقى بصوا ده بيمتاز بصراحة بالعطارة. كل العطارة اللي تخطر على بالكم هتلاقوها هنا وحاجات غريبة كلها. طبعا في حاجات اللي احنا عارفينها السينمون القرفة الفلفل الفلفل الأسمر. بصوا الليمون لهم حاجات جامدة قوي 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 قوي. عندهم كمان انواع للشاي جامده يعني. كل ده شاي ده 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 كل ده شاي بس غريب قوي. شوف الحاجات هنا على فكره مش غاليه يعني. هنا الدنيا هنا في المنطقه دي مش غاليه زي اي حته تانية. هنا الحاجات كلها اسعارها ممتازه. سيفونيرز بقى اي حد عايز يشتري سيفونيرز. بصراحه سوق قوي واهم حاجه فيه العطاره. جامدين قوي قوي في العطاره. بصوا يا جماعه هنا في محلات قايمه بس على الزعفران. بصوا ده الزعفران. قولوا لي بتستخدموا الزعفران ولا لا؟ يعني قولوا لي كده مين يعرف الزعفران؟ واللي يعرفه بيستخدمه بيستخدمه في ايه؟ واحكوا لنا عنه كده. انا بصراحه ماليش في الزعفران قوي. اخر مره مثلا عملت شويه شاي وحطيت عليه عودين من الزعفران ده بس كان طعمه جامد جدا جدا جدا. فاي حد بيستخدم الزعفران يقول لي ممكن يستخدمه في ايه؟ لا يا جدعان انا مش دبي. انا متعود على ابراج وناس اعلى وناس لابسه وشغل تاني. هنا ايه احنا وصلنا لهنا بنروح الهند بنسخن كده. اي والله. طيب احنا دلوقتي وصلنا سوق الذهب. سوق الذهب مستو هنا ان هم عندهم حاجات جامده قوي. اوزان بقى يعني. انا شفت حاجات بقى بالكيلوهات. ده هندي تقريبا. عندهم حاجات جامده قوي 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 في كل الانواع بقى. عندهم تركي هندي ايطالي مستورد. حاجات جامده جدا جدا وكلها ديزاينات جامده ومختلفه يعني. اي حد عنده حاجه معينه او موديل معين بيحبه او ستايل معين بيحبه هيلاقيه هنا. هتلاقي المودرن والايطالي هتلاقي الحاجات بقى الهندي الملونه. كل حاجه موجوده كل حاجه وكل الانواع. احمد مش مصدق ان ده كله ذهب. بس ذهب اهو كل ده ذهب اهو. بصوا الاحجام عامله ازاي. مفيش هزار مفيش كلام بعد الكلام. بعد ما خدنا جوله في سوق الذهب غايه في الجمال بصراحه والروعه. عندهم حاجات جامده جدا زي ما شفتوا. للاسف خلص فلوج النهارده. ليكم معانا وما تنسوش تدعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه.
خليكم معانا.